الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال رئيس المكتب التجاري المصري في بغداد ماجد سابق إن الصراعة الغذائية العراقية لن تغطي سوى 1% من الاحتياجات الأساسية للبلاد. وقال سابق إن 99% من احتياجات السوق العراقية من المواد الغذائية يتم استيرادها من الخارج بقيمة نحو 5 مليارات و300 مليون دولار خلال عام 2020، مضيفاً أن المكتب أعد دراسة عن احتياجات السوق العراقية وتحليل ومتطلباته من أجل تعريف الشركات المصرية بهذه السوق لاختيار المنتجات التي يمكن تصديرها وآليات التعامل مع الشركات والتجار في العراق. طالب اتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة ديالى وزارة الزراعة باستثناء لقرار منع الخطة الشتوية في المحافظة بسبب الجفاف وانعدام الموارد المائية. وقال رئيس الاتحاد رعد مغامس إن اتحاد الجمعيات الفلاحية يطالب وزارة الزراعة باستثناء المناطق الواقعة على ذراع وضفاف نهر دجلة من قرار المنع لعدم وجود أزمة مائية، مبيناً أن الأراضي المهيئة للخطة الشتوية تمتد من ناحية العظيم وصولاً إلى ناحية بني سعد والتي تحوي أكثر من 250 ألف دونم. انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسة في بغداد وأربيل، وسجلت بورصة الكفاح والحارثية في بغداد 147,800 دينار عراقي لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147,250 دينارا لكل 100 دولار. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدولار انخفاضا، حيث بلغ سعر البيع 148,000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 147,500 دينار لكل 100 دولار. قالت إدارة الجمارك الصينية إن العراق جاء بالمرتبة الثالثة كأكبر مصدر للنفط إلى الصين خلال شهر أيلول الماضي. وقالت الإدارة في إحصائية لها إن العراق جاء ثالثاً كأكبر مصدر للنفط للصين خلال شهر أيلول الماضي، وبواقع 5,837,000 طن متري من النفط الخام، بما يعادل 30,800,000 برميل نفط شهرياً، منخفضاً بنسبة 24% عن شهر آب الماضي. ارتفعت أسعار النفط لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة مع استمرار انخفاض مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة، ووصل سعر مزيج برنت في العقود الآجلة إلى 85.99 دولار للبرميل بعدما زاد بنسبة 0.9% في اليوم السابق، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر كانون الأول المقبل بنسبة 0.4% لتصل إلى 83 دولارا و79 سنتا للبرميل. أبلغ حاكم مصر في لبنان رياض سلامة أعضاء المجلس المركزي نيته وقف تمويل استيراد البنزين، ما سيؤدي لارتفاع إضافي بأسعار النفط ويشكل عبئا على ميزانيات الأسر والمؤسسات. وكشفت مصادر في المجلس المركزي للمصرف أن سلامة أبلغهم أنه ينوي التوقف عن بيع الدولار لمستوردي المحروقات على أن يصدر هذا القرار في غضون أسبوعين بالحد الأقصى. في المقابل أصدرت وزارة الطاقة اللبنانية جدول تركيب لأسعار يتضمن تسعيرا جديدا لصفيحة البنزين على أساس سعر للدولار يبلغ 20,350 ليرة لبنانية، أي بسعر صرف يكاد يوازي ما هو متداول في السوق الحرة. ختام الموجز بأمان الله.